السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا اخوان بشار في مقطع جديد. مقطعنا اليوم يكون تقليد مهارات اللاعب الفرنسي بطل العالم بوجبا. بطل العالم فعليا، اخذ كاس العالم فصار بطل العالم، وبطل برضو في الفريستايل، يعني فعليا من افضل اللاعبين اللي اشوفهم بالنسبة للفريستايل. افضل بعد رونالدينيو طبعا. أنا للأمانة أشوفه أفضل من رونالدينيو، لأنه في حاجات جديدة بيسويها. بالضبط، عنده مهارات رونالدينيو زي ما يقولوا الدقة القديمة، لكن بوجبا عنده مهارات جديدة وعنده أساليب جديدة بيبتكرها في الفريستايل، فعليا شيء خرافي مرة. اليوم إن شاء الله تعالى جايبي لكم كلمة لقطة منها عشان نقدر نقلدها. وبرضو تنويه بسيط، أنا في هذه السلسلة ما بحاول إني أقلل من قيمة أي لاعب، بحاول إني أقلد مهاراته ولا بحاول إني أقارن نفسي فيه أو أستنقص منه. كل اللي بحاول أسوي لكم إنه نقلد شوية مهارات أو لقطات من اللاعب ده عشان نحاول نستمتع فيها مع بعض. يلا ليتس جو. طبعا شوف هذه الرفعه كيف، هذه في البدايه. اوكي اوكي يا سلام. طبعا هذه مي الحاله، في حركه ثانيه ابغاك تقلدها. ايش في بتزود نفسك؟ طيب شوف كيف يا رجل يا رجل، ترى اللفتين هذه ما ادري ايش تسميها، والله الليمنز، هي اسمها ليمنز. انا طبعا شفته سواها من قبل، فخلينا نشوف. لكن الحين ترى متمرن تمرين ارجل قبل امس، وامس ملعبني مباراه ساعتين، ترى والله ما مره المحترف ما له اعذار. ليتس جو ليتس جو، خلينا نشوف. هذه الرفعه ليمنز، يلا بطل 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 والله. خلصين كذا اول حركة، بصفق لك بس الجوال بيدي. حلوين حلو، مع ان الرجل مرة معدومة ولاقة معدومة، على طول والله جابها ما شاء الله، لكن الحمد لله. اللقطة الثانية، ويا السلام، شوف شوف اللمسة، شوف انا هذه من قبل ابغاك تسويها، ابغاك تقلدها، انا ابغاك يعني كذا شخصيا. شوف الكيرف، شوف الكيرف كيف. طيب ليتس جو. يا جماعة فعليا أعلن استسلامي قدام هذا التحدي. لا تتكلم، أنا حتكلم والله. ما أدري والله صراحة، أرضية بالمرة، ترى معدومة يمكن ما تبان على الكاميرا. أنا ما أعلن انسحابي من ذا التحدي، أنا أعلن تأجيل لحد ما نروح الملاعب الكالشو، لأنه هنا شوفوا يا جماعة الخير، طبعا لو رحت وشوت من هناك تمام، لو رحت وشوت من هنا اللي بيصير إنه بتصقع في العمود على طول، فعشان كذا ما وخرت المسافة. كيف جلست أشوت مسافة مرة قريبة، وهناك برضو الأرض مو مستوية تمام، مو جالس حجج، لكن بإذن الله تعالى بالثلاث مقاطع الجايين هينزل لكم ذا التحدي منهم، لكن في ملعب الكالتشو مو هنا. شايف نهاية اللي ما يصور في ملاعبه؟ والله فعليا اللي يخرب من الأرض. إعلان، هذا إعلان. على العموم خلينا نروح للتحدي اللي بعده. يلا. طبعا اللقطة هذه تذكرك يا ساتر وأنا مغمض. وي أراوند. شوف. أم أراوندين. أراوندين يا ساتر. يا ساتر. يا ساتر. على طول الهين. على طول جتني. شوف انت مغمض، انا عندي ثقه فيك، دامك جبت الرقم دقدقه، لكن مهارات والله صراحه ما دربت عليها قبل كذا. اراوندين مقابل 46 دقه وانت مغمض. سهله، تعتبر سهله صح؟ تعتبر سهله اكيد. طيب قول بسم الله. يلا الثاني. ايش جبته؟ بس جبته؟ ايش جبته؟ بس ما ادري كيف ينحسب ولا ما ينحسب. طيب ليتس جو، نرجع للباك. اجين ولا اجين؟ اجين ثاني. الله وحش وحش والله وحش. خيرا يا رجل،
والله تعبتنا برضو صراحة. أنا كنت متدرب عليها وخايف لأني ما أقدر أجيبها. ما سويناها من قبل أبدا يا رجل. بس أنت من فين طلعت المهارة دي البوكبا؟ يعني أوكي الرفعة دي أنا كنت شايفها من الأول، الكورنر كنت شايفها من الأول، لكن دي من فين طلعتها دي؟ ألهمني مقطع رونالدينيو. حلو يا وحش. أوكي الأخيرة طبعا شوف اللقطة الثانية كيف. أوهو حلوين سهلة، حلوين إيزي يا مان إيزي. حنسويها برضو، إيش رأيك من نصها ملعب من هنا ونحط قمعين هناك في المرمى من مسافة تقريبا 35 متر تكون. يلا نبدأ عشان نحاول نزود الصعوبة شوية. Let's go. يلا إيزي إيزي. لقطة أخيرة وتحدي سهل، الحمد لله ختمناه على كذا. درجة الحرارة 50 يا جماعة. والله بحط لهم الحين درجة الحرارة هنا، درجة الحرارة 50، جالسين نصور بدرجة حرارة 50، أنتم متخيلين كيف؟ إيش رأيك نسوي تام؟ على العموم المقاطع اللي راحت لا تنسوا تشوفوها. قبل المقاطع اللي راحت اكتبوا لنا تحت في الكومنتات مين هو اللاعب اللي تبغون اقلد مهارته في المقطع الجاي ان شاء الله. تمام، كله ايزي، كله ايزي صاحبي ان شاء الله. المقاطع اللي راحت لا تنسوا تشوفوها، الدائر اضغط عليه، ولا تنسوا تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي تحت، بنزل فيها اشياء مختلفه كليا عن اليوتيوب. في امان الله.